معنى الفطرة؟ فطري سنتنا. نعم. قص تقليم الأظافر أو قص الأظافر. دنوكانو كتكول. وحلق العانة حلق الشعر الذي ينبت حول القبل. د تخرجونو ويختانه وهر هغه ويخته چې هغه د نامونه لاندې وي. ونتف الابط همدغه رنګ یې مخې ته وروسته ټول ويخته. النبي صلى الله عليه وسلم حد لاخذ هذه الاشياء انها لا تترك اكثر من 40. رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې لپاره حد مقرر کړ چې څلوېښت ورځو نه ډېر به دا نه ساتل کېږي. نعم. وكذلك السواك همدغه رنګ مسواک وال. نعم. وقص الشارب بريتونا واركول وعفاء اللحى غير بريخدل. والختان يجب على الرجال على الذكور. سنة كول داب نر سرو باندي واجب دي. نعم. فالذي يترك الآن الأظافر تطول أكثر من 40 يوما هذا وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. كم خلق چه هغوي نوكان بريدي تلوي خطروزنا دير وقت بوري دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کې واقع دي.